وإلى أفغانستان. وعلى الرغم من أن أفغانستان تواجه العديد من التحديات في التحضير لدورة الألعاب الأولمبية، لكنها تمكنت من إرسال 3 لاعبين، واحدة منهم لاجئة ولدت في إيران، وتم اختيارها كحاملة لعلم أفغانستان في افتتاح الأولمبيات. لنتعرف عليها في التقرير التالي. كيميا يوسفي البالغة من العمر 20 عاما ولدت في الأوقات العصيبة، حيث اضطرت عائلتها للفرار إلى إيران المجاورة حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة. ومع أن الحياة كانت هادئة إلى حد ما على أرض أجنبية، لكن مواهب كيميا الرياضية لم تكتشف لكونها لاجئة. كنت في إيران عند طفولتي، وكانت هناك بعض القيود على اللاجئات الأفغانيات في رياضة الجري. وعلى الرغم من أنني كنت أشارك في التدريب، لكن لا يمكنني المشاركة في المسابقة إلى جانب الرياضيات الإيرانيات، فمن الصعب أن تتاح لي الفرصة للسباق مع أنني راغبة في ذلك. وأخيرا فازت كيميا في إحدى بطولات الجري التي نظمتها الحكومة الأفغانية خاصة للاعبات اللاجئات عندما كانت في 17 من عمرها. وبعد ذلك قام اتحاد ألعاب القوى الأفغاني بالاتصال بها، وتم تقديم مساعدات لها من أجل التدريب الرسمي في إيران. في البداية وجدت أن التدريب صعب جدا، حتى الجري نفسه ليس سهلا، ولكن مع مرور الأيام تمكنت من استعادة ثقتي بنفسي، وأصبحت ألاحظ أن حلمي أصبح أقرب مني تدريجيا. قبل 8 أشهر تم انتخاب كيميا كلاعبة رسمية في الفريق الوطني الأفغاني، وشاركت كيميا كممثلة عن أفغانستان لأول مرة في ألعاب جنوب آسيا التي عقدت في الهند بداية هذا العام. وعلى الرغم من أنها لم تحصل على أي ميداليات، لكنها تمكنت من إعجاب اللجنة الأولمبية الأفغانية بأدائها المتميز، حيث قررت اللجنة توفير بطاقة استثنائية لها للمشاركة في أولمبيات ريو، وبذلك أصبحت كيميا اللاعبة الوحيدة في الوفد الأفغاني هذه المرة. ومع أنها لم تشارك في الأولمبياد سابقا، لكنها أدركت أهمية مشاركتها كممثلة للبلاد. سيكون هناك العديد من الأبطال من مختلف البلدان، ولا أتوقع الحصول على ميداليات، لكن بذلت أقصى جهودي في التدريب خلال العامين الماضيين، فآمل أن أحصل على أفضل نتيجة. على الرغم من أن بلادي تواجه مشاكل عديدة، لكنني سأحاول أن أثبت للعالم بأننا نواصل بذل الجهود. قررت اللجنة الأولمبية الأفغانية مؤخرا اختيار كيميا حاملة لعلم أفغانستان في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ريو، حيث كان هذا الخبر مثيرا للدهشة لكيميا التي وجدت هويتها الحقيقية بعد العيش كلاجئة خارج البلاد. على الرغم من أنني بدأت التدريب في إيران، لكنني لاعبة أفغانية دائما، لذا لابد أن أعود إلى بلادي وأشارك في الألعاب كممثلة أفغانستان وأرفع علم أفغانستان في دورة الألعاب الأولمبية.